بال58 كان نفوس العراقيين ما يتجاوز 7 ملايين الى 8 ملايين. حاليا بال2020 نفوس العراق ما شاء الله تجاوز 35 مليون. إضافة إلى الحكومات التي يعني تعاقبت على العراق لم تكن هنالك سياسة واضحة فيما يخص قطاع التربية والتعليم. طيب. ولم يجد العراق ولا بشكل يعني خاص وزارة التربية ذات الدعم الكبير لبناء المدارس وفق نمو السكان الذي يبلغ 2.5 يعني بالمئة وقد يتقارب خلال السنوات الماضية إلى 3.5%. هذا بالتأكيد راح يكون هنالك زخم كبير على المدارس وعلى الصفوف. وإحنا وجدنا خلال العشر سنوات الماضية لم يتم بناء أكثر يمكن من 600 مدرسة عن طريق المحافظين ومجالس المحافظات، ولم يكن هنالك تخصيص مالي لدعم هذه المدارس يتناسب مع النمو السكاني وأعداد الطلبة بالعراق.